اللي هو ده اللي خلاك مشجع للنادي الاهلي، لكن لما انت الصفقه خلصت بعد العناء الطويل ده بقى، يعني كان ايه اول حاجه عملتها بعد ما مضيت؟ هل بقى ما كنتش مصدق نفسك ان انت خلاص الموضوع خلص وان انت لعيب في النادي الاهلي، ولا خلاص انت تقبلت الموضوع وقلت لازم اشتغل على نفسي، مفيش وقت للفرح ومفيش وقت ان انا اريح، لازم اشتغل شغل من نار علشان اقدر اخش مع الفريق بسرعه؟ بص، انا كان عندي، يعني الناس كلها كانت بتتكلم معايا بتقول لي لو ما حصلش نصيب ان انت رحت وبتاع لازم تشتغل انا قلت لهم كلمه، انا مش هقدر العب في انبي تاني، انا نفسيا مش هقدر. فالناس تيجي تتكلم معايا تقول لي لا لازم، مش عارف، لو ما حصلش نصيب وانا عندي يقين ان انا هروح النادي الاهلي. حتى يعني الموضوع خد وقت كبير، ان كل شويه كان عمرو بسيوني، عمرو ده اخويا الكبير يعني تعب معايا، كل شويه كلمني هو كابتن محمد فضل الموضوع خلاص بيخلص. فانا افرح بقى، تاني يوم الاقي انبي منزل بيان حمدي مش هيمشي. طب وبعدين؟ فبعدين في الاخر خالص بقى لما كلمت استاذ زكريا، بصراحه الموضوع ما خدش يومين، جاب الناس في النادي الاهلي وقعدوا وتفاوضوا والموضوع خلص الحمد لله. دور عيلتك يعني من اول ما بدات كره القدم لحد ما وصلت للنادي الاهلي، هل ده كان ايضا حلم وطموح لوالدك ووالدتك اللي تعبوا معاك كتير جدا علشان يوصلوا، او ابنهم يوصل للمكانه اللي كانت صعب جدا يحققها على الورق لكن فعليا هو قدر يحققها؟ مظبوط، هي عيلتي كلها اصلا اهلاويه. طبعا عيلتي كلها اهلاويه، وانا بصي لو اتكلمت من هنا للسنه الجايه مش هقدر اتكلم، مثلا نقول على امي وابويا واخواتي عشان تعبوا معايا كتير قوي. يعني انا امي كانت بتستناني بالليل، واحنا عندنا اصلا يعني المفروض ان هي بتنام بدري اصلا، تفضل مستنياني، لو بتشوفني زعلان بتفضل تعيط. ابويا كان على طول يتكلم معايا، لازم يكون عندك طموح، لازم يكون عندك حلم ان انت تبقى حاجه كبيره، والحمد لله يعني حققتها لهم، يعني وان انا موجود في النادي الاهلي دلوقتي. وعلى طول كان يقول لي كلمه ان لازم تحرم نفسك، ان انت لازم عشان تبقى حاجه كبيره لازم تحرم نفسك، لحد دلوقتي ماشي بيها. لو نفسك في مثلا في سهره كويسه سهره حلوه مع اصحابك، بس انت عارف ان السهره دي هتضرك، لا ما تسهرهاش. اكله كويسه عارف انها هتضرك، لا ما تاكلهاش. في حياتك لازم تمشي كده ويكون عندك طموح، يعني عشان حتى ربنا هيشوفك او يشوف ان انت بتحرم نفسك عشان مصلحتك، ربنا اكيد هيديك يعني. فانا بشكرهم وربنا خلوهم ليا طبعا. حمدي انا عارف ان انت على طول كل ما بعد